بقى نشوف الكابتن اشرف ممدوح هيقول ايه ونرجع تاني نحلل كلامنا. واحد من الناس اللي انا بعتز بصداقتهم جدا الحقيقه، لانه مش لاعب كره بس، لكن نموذج مشرف للرياضي او للاعب الكره، اللي الحقيقه بتمنى ان ولادنا وشبابنا يتعلموا قد ايه ان السيره الطيبه والاخلاقيات والسلوكيات خارج الملعب قبل داخل الملعب هي اللي بتدوم، وهي اللي بتخلي اسم النجم ده يفضل ويبقى طول العمر. وسام حسني واحد من نجوم النادي الاهلي الحقيقه، 7 8 سنين في النادي الاهلي، موهبه كبيره جدا من قطاع الناشئين، تقريبا حقق مع النادي الاهلي 20 بطوله، وكان من الفراوده الموهوبين جدا الحقيقه. يمكن وانا في النادي الاهلي كنت واحد من اللي تنبأوا ان اسامه حسني هيكون مهاجم النادي الاهلي في فتره من الفترات، وحقق مع النادي الاهلي انجازات كبيره جدا، والحقيقه مفكر له اهداف كتيره، يمكن افضلها كانت مع النادي الاسماعيلي في بطولة كاس مصر، واعتقد في هدفين كمان في نادي الزمالك كانوا من الاهداف المميزه في او المميزه في مسيرته. لكن عايز اقول عن اسامه حسني انه واحد من الناس الحقيقه اللي بتشرف انه صديق وانه نموذج مشرف للعب الكره، وبتمنى طبعا انه يستمر في مجال الاعلام لانه واحد من الموهوبين في ده. سؤالي بس لأسامة حسني، وبتمنى الكابتن مصطفى طبعا كابتننا الكبير يسأله له، ليه أسامة ما كملش في مجال التدريب؟ لأني في فترة من الفترات أسامة بعد ما اعتزل اهتم بده جدا، وأعتقد أنه كمان عمل دراسات ومعايشة في ألمانيا، وكانت من الحاجات المميزة جدا لأنه سعى لده ودرس ده، وأعتقد أنه كان هيفرق كتير جدا جدا لو كمل في مشوار التدريب. هتقول ايه لاشرف ممدوح؟ انا بشكره والله يعني على الكلام الحلو دوت، وهو من الشخصيات المحترمه جدا ومن الاهلاويه اللي يعني اللي بيحبوا النادي الاهلي بشكل كبير جدا، فبشكره يعني شكرا جزيلا على الكلام الحلو ده. طيب انت خلال مشوارك 22 بطوله في كام سنه؟ في حوالي 8 سنين. 8 سنين. ايه البطوله اللي انت بتعتز بيها قوي 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 لحد هذه اللحظه وممكن تقعد فيها مع اولادك وتحكي لهم عليها؟ اول بطوله كانت كاس مصر 2003، اهلي وزمالك. كانت اهلي والاسماعيلي. اهلي والاسماعيلي بتاع ضربات الجزاء. دي كانت اول بطوله، دي من البطولات اللي انا بعتز بيها جدا. علامه بقى في تاريخك. البطوله الثانيه كاس مصر 2007 كانت امام الزمالك. البطولة الثالثة كانت نهاية افريقيا دوري ابطال افريقيا 2005. دي مع الترجي؟ دي كانت مع النجم الساحلي اللي كسبنا فيها ثلاثة. دي من دول الثلاث بطولات اللي انا يعني بعتز بيهم. طبعا كل البطولات مع النادي الاهلي بطولات يعني أكيد. كان ليها بسمة لجمهور النادي الاهلي، وكان فيها تعب من كل الاجهزة ومن ادارات النادي، فكلها بعتز بيها، لكن هما دول الثلاث بطولات اللي يعني اللي انا ما اقدرش انساهم يعني. طيب انت قررت الاعتزال، هل انت اجبرت على الاعتزال ولا انت قلت انا مش هقدر ادي اكتر من كده، ولا الاصابه هي اللي منعتك انك تكمل؟ لا يعني انت بتحاول تسيب بصمه فخلاص الناس بتفتكرك بيها يعني. انت قررت من جواك ايه؟ هتعتزل؟ هعتزل. ليه؟ هل انت حسيت انك مش هتقدر تدي اكتر من كده؟ خلاص انت